بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. هذا الحديث من فضائل عائشة ومن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن فضائل عمر رضي الله تعالى عنه ومن فضائل عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه. السلاسل هو ماء لبني جذام بناحية بني حذام بناحية الشام، ومنهم من قال هو بضم السين السلاسل. يقول: المشهور والمعروف فتحها. كانت هذه الغزوة في جمادى الأخرى سنة 8 من الهجرة، وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من سنة 8 أيضا. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي إلا ابن إسحاق فقال قبلها. قوله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة. وقد احتج به ابن حزم على أن أمهات المؤمنين أفضل من العشر المبشرين، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة، وهو شذوذ منه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر حبه لعائشة رضي الله عنها جمع بين حبها الفطري كزوجة وهي أحب نسائه إليه، وحبها لأجل منزلتها وطاعتها لله سبحانه وتعالى، ولأجل منزلتها من أبي بكر. وهذا تقسيم إذا مختلف من الرجال. إذا عائشة فهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم الحب الذي يشمل حب النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا يلزم من ذلك أن عائشة وإن كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها زوجته ولكونها أم المؤمنين، لا يلزم أن تكون أفضل من أبيها، بل هي رضي الله تعالى عنها في ميزان حسنات أبيها رضي الله تعالى عنه، فإنما نشأت ابنة صالحة لأبي بكر رضي الله عنه الذي علمها الإسلام ونشأها عليه، فلا دلالة فيه لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. واحتج بأن أبا بكر قد قال: قد وليت عليكم ولست بخيركم. والجواب أن هذا قاله من باب التواضع رضي الله تعالى عنه وهضم النفس، ولا يمكن أن يدخل في أمر الولاية النساء حتى يقال إذن هناك من هو خير من أبي بكر في الفضل وهن أمهات المؤمنين. الصحيح أن
يعني كلام أهل السنة في هذا الباب هو أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد ذكرنا أن الخلافة في تفضيل علي على عثمان لا يضلل فيه المخالف، ولكنه يخطأ، لا يبدع ولا يضلل. أما الخلاف في الإمامة، في خلافة أي واحد من الأربعة، فمسألة مجمع عليها، لا يطعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة إلا ضال. وفي هذا أيضا من يعني الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤمر بعض الصحابة وغيره أفضل منه، فكان أبو بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا عليهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه هذه التربية الإيمانية العظيمة على أن يكون الواحد في أي مكان يوضع فيه، ربما كان هو الأفضل ووضع في مكان متأخر، وضع مأمورا وليس أميرا. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في عام 9 بالآيات من صدر سورة براءة، سأله أبو بكر رضي الله عنه أمير أم مأمور؟ فقال مأمور. وهذا يدل على أنه أمر عادي أن يكون أميرا ثم يعزل، أن يكون مرة أميرا ومرة جنديا عاديا في الجيش. والله هذه مسألة تحل عامة إشكالات العمل الإسلامي لو تفطن لها يعني المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على أنه تتنوع أدوارهم، يعني يكون مرة أميرا ومرة مأمورا جنديا عاديا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله مأمورا بحديث الإسلام الذي أسلم بعد الحديبية عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأبو بكر له من الفضل والسابقة والعلم ما ليس لعمرو بن العاص، لا وجه للمقارنة، ومع ذلك يمكن أن يكون مأمورا. وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على بعث أسامة حتى سمي به، وكان أيضا في ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وهو وأسامة ابن 18 سنة. واستأذن أبو بكر أسامة في أن يترك له عمر. تأمل هذا واعلم كيف قضية الرئاسة والإمارة والملك عند الصحابة، لنتعلم كيف نعالج هذه الأمراض المعضلة التي عمرها عمر الأمم، أجيال تلو أجيال، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. والقائد الحقيقي المعد للأمة كان في هذا الوقت مسكوتا عنه مغمورا، كان هو داود عليه السلام. داود كان يعد إعدادا خاصا، الله عز وجل هيأ الملك لبني إسرائيل بملك داود. أين كان داود في بداية قول الملأ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وينزل الوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ويكون قائد المعركة طالوت، ويظهر داود في آخر القصة كان جنديا عاديا. هل نحتمل مثل ذلك؟ تحملها الصحابة رضي الله عنهم بكل سهولة. هذا خالد بن الوليد في اليرموك ويحقق الانتصار، ويأتي الخبر لأبي عبيدة بموت أبي بكر واستخلاف عمر وعزل خالد وتأمير أبي عبيدة، فيكتم أبو عبيدة الأمر حتى تنتهي المعركة، حتى تنتهي المعركة، ويقبل خالد رضي الله عنه بكل سهولة أن يكون مأمورا بعد أن كان أميرا طول عهد
أبي بكر رضي الله عنه وأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض، وعاش بعد ذلك مجاهدا كجندي عادي في الجيش، وهو من هو رضي الله عنه، وهذا الذي ارتفع به الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن لا يحسن أن يكون جنديا لا يصلح أن يكون قائدا، فيا ليتنا نفهم هذا الأمر ونحسن العمل به. نعم والله، هي أعمال القلوب هي التي تحدد سلوك الإنسان في هذا الباب، وإلا فالصراع على الملك والرئاسة يحصل حتى فيما بين أهل الدين، وهذا لأن الشيطان يحرش بينهم ولم ييأس من التحريش بين المسلمين، فلا بد إذن أن نوطن أنفسنا على سهولة هذا الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا، وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفة لو استخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، ثم قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة ابن الجراح، ثم انتهت إلى هذا. الاثنين مع بعض. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث يعني وقفت على أبي عبيدة على ثم انتهت إلى هذا، يعني وقفت على أبي عبيدة. يقول هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة، وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحة، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا، ولا ذكر حافظ النص ما معه ولا رجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر استقر الأمر عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. بعض المنتسبين للسنة يقولون نص على أبي بكر، وليس كذلك. هذا الحديث نص من عائشة وهي أدرى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ف هذا واضح جدا. ونص عمر رضي الله عنه أيضا حيث قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، مع وجود الإشارات. الصحيح في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر وأخبر خبرا عن أمر كوني أنه سيقع من ولاية أبي بكر، وليس أمرا لا يحتمل المخالفة أو أن من خلفه كان عاصيا، إنما أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال اقتدوا بالذين من بعدي، خبر عن أمر هو أبو بكر وعمر، دليل على أنه سيقع ذلك، لكن ممكن البعدية تكون بعد زمن، إذا ليس نصا. واستخلاف الصلاة إشارة أيضا وليس نصا في الاستخلاف للإمامة، ولذلك فائدة عظيمة وهي أن تعلم الأمة أن أهل الحل والعقد فيها هم الذين يختارون الإمام، وأنه شورى بينهم، وهذا تأصيل لقضية يعني كيفية اختيار الحاكم في الإسلام، أن هذا الأمر تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا بعد أن هم أن يكتب كتابا لا يختلفون بعده، فقدر الله سبحانه وتعالى ألا يكتبه حتى يتأصل هذا الأصل العظيم، وهي أن الأمة هي صاحبة السلطة
في اختيار حاكمها ممثلة في أهل الحل والعقد الذين هم أهل العلم وأولو الأمر الذين لهم كلمة مسموعة من أهل الرأي والقوة، قادة الجند وأهل العلم الذين هم مسموع الكلمة في محلة الإمام وغيرها. وهذا لا شك فرق بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي، بعيدا عن قضية التشريع من دون الله، أعني هذه المسألة عقدية وليست محل نزاع بين أهل الإسلام، أعني أن جعل التشريع للأمة حتى ولو خالف شرع الله مسألة كفر والعياذ بالله، وأن الأمة لا تملك أن تشرع. لكن هناك فرق آخر أيضا في النظام الديمقراطي مع النظام الإسلامي أو نظام الشورى مع النظام الغربي، أن أهل الإسلام يرون الشورى بين أهل الشورى، بين المؤمنين الذين وصف الله عز وجل أوصافهم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو تأملتم هذه الصفات أساسية في من يكون من أهل الشورى، صفات يعني عقدية وعملية وسلوكية وخلقية عندهم من القوة والشجاعة والكفاءة، وكذلك النفقة، أداء الفرائض، قبول أمر المشاورة بينه وبين غيرهم، تحقق الإيمان قولا وعملا، تحقق التقوى. ولذلك لا يكون كافرا، لا يكون كافر من أهل الشورى، ولا يكون فاسق ولا مبتدع كذلك، الذين لم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يتركون الفرائض كترك إقامة الصلاة أو الزكاة الواجبة أو النفقات الواجبة. ولذلك العدالة والعلم هي صفات أهل الشورى لا بد أن ينظر فيها. فقد يقول قائل: فلماذا إذن تقبلون النظام الغربي في العمل السياسي عندما تمارسون هذا العمل في ضوء الأنظمة المعاصرة؟ نقول: إنما يقبل هذا لأجل الاضطرار بين، لأن الاختيار بين هذا وبين تمكين أعداء الدين ممن يريد تنحية الشرع بالكلية ويستهزئ به ويسخر منه ويوالي أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار، وليس لأن الاختيار بين النظام الإسلامي لو كان يعني مطبقا وبين غيره، إنما هو اختيار بين أشياء يبحث عن أقلها سوءا، بين ما يسمى بديكتاتورية الأقلية أو النخبة الليبرالية والعلمانية التي تريد أن تفرض على الأمة التصور الغربي للحياة كلها، التي تريد أن تفرض عليها خلاف شرعها، خلاف شرع الله عز وجل، شريعة الأمة وعقيدتها، وتريد أن تؤصل الإباحية والانحلال كحق، بل والكفر والردة والزندقة كحق شخصي للإنسان يفعل ما يشاء، وأن الأمة لا هدف لها في إقامة دين معين، بل هذا علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربه. فعندما يكون هناك اختيار بين هذا وذاك، أعني بين أن يكون الاختيار للعامة، وعامتهم عامة العامة أكثرهم أعني
هم ممن يدينون بالإسلام ويحبونه ويريدونه ويختارونه إذا سئلوا عنه، وبين أن يترك الأمر ليتسلط هؤلاء الزنادقة، هؤلاء المنافقون الذين يأبون الشر، وإن كان كثير منهم قد يستعمل التقية فيعلن قبوله للشريعة من أجل أن يمرر الأمر على العامة، وإلا فمعلوم أنه قد ينص على مرجعيتها ثم يبقى هذا الأمر حبيس الأدراج أو حبيس الكلمات، لا يجد منفذا للواقع حتى يطبق فيه. هذا أمر معلوم أن التأصيل النظري شيء والواقع شيء آخر، فإذا كان هناك احتمال ورجاء لأن يمكن تطبيق ذلك لا شك أن التخلي عن هذا الأمر تقصير، ووجود الاحتمال فقط يدفع إلى أن يتحمل الإسلاميون مهمتهم وواجبهم في محاولة إلزام الجميع بشرع الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. لكن النظام الإسلامي في الحقيقة مبني على شورى أهل الحل والعقد، شورى طائفة معينة، ليس بالانتخاب من القاعدة التي نقل الإمام الجويني رحمه الله الاتفاق بين العلماء على أن ليس من أهل الاختيار الذين يختارون الإمام العامة والجهال ونحو ذلك ولا النساء، ولكن كما ذكرنا لأن البعض قد يقول أنتم تقبلون مخالفة الشريعة، نحن نحتمل فساد، نحتمل فسادا أدنى لدفع فساد أكبر، كما ذكرنا أن العامة خير من الذين يوالون أعداء الإسلام، أبناء أعدائنا منا تسمون بألسنتنا هم من جلدتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. لا شك أن هؤلاء يعني ضرر عظيم على الأمة أن يترك لهم الأمر، وكتابة الدساتير والقوانين تؤثر رغما عن أي أحد على طوائف من يعني عامة الطوائف من الأمة، يعني قانون واحد فقط يلزم به الناس يؤدي إلى أنواع من الفساد، سن الزواج 18 سنة مثلا، هذا خلل يعني يفرض على الناس بأنواع من الأضرار الكثيرة، والناس سيلتزمون به، لا يمكنهم مخالفة ذلك، وحين يخالفونه تضيع حقوق وتحصل منكرات، الله عز وجل أعلم. لذلك نقول هذه القضايا لابد أن يعرف الأمر فيها، لا يلزم أننا إذا وافقنا على أمر أن يكون كله يعني هو الصلاح المحض، بل يمكن أن يكون لأنه المتاح الأصلح ليس أنه صلاح من كل وجه، قد يكون فيه شيء من الفساد ولكن دون فساد آخر. الأصل في هذا الباب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، صلح الحديبية لا تزرموه ونحو هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الرجل، نهاهم، ترك الرجل يبول في المسجد، ترك نهاهم أن يقطعوا بوله، وإذن هو مستمر في أن يزيد النجاسة في المسجد، أليس كذلك؟ ومع ذلك لو أنهم قطعوا عليه الأمر وغلظوا عليه ومنعوه ربما ازدادت مساحة النجاسة، والأمر الأكيد أنه سينفر وربما يترك الدين بشيء بسبب ذلك. ولذلك نقول هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يمحى بسم الله الرحمن الرحيم، واحتمل أن يمحى هذا ما عهد عليه محمد رسول الله ومحاها بيده صلى الله عليه وسلم أن يكتب محمد بن عبد الله، واحتمل أن يرد المسلم الذي أتى وهو مستضعف يعذب ويفتن في دينه يرد إلى المشركين، وأن لا يرد المرتد إلى المسلمين، وأن يترك إقامة حد الردة عليه. كل هذا لماذا؟ لأجل تحصيل مصلحة أعظم
ودفع مفسدة أكبر. وهذا ظهر به أنه فتح مبين كما قال عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان هذا فعلا نقطة فاصلة وجعلها الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو على الراجح صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبالفعل تغير وجه يعني الجزيرة العربية والعالم كله بعد ذلك، بعد صلح الحديبية. في فرق بين أن يثبت أن هذا هو الحق والصلاح، وبين أن يقال هذا يحتمل مع كونه مفسدة لكونه أخف من غيرها. لا يعني ذلك أن نقول أن هذا مثلا رد المسلم إلى الكفار هو المشروع، نعوذ بالله، ليس مشروعا إلا إذا كان لدفع فساد أعظم، دفع مال للكفار في سبيل أن يرحلوا عنا، مفسدة، فداء الأسرى، أليس أننا نفدي أسرنا بمال ندفعه للكفار؟ لماذا دفعنا المال للكفار يشترون به سلاحا وينتفعون بهذا المال لنحرر أسيرا مسلما؟ هذا مال النبي صلى الله عليه وسلم فدى بالجارية التي عنقها كأبريق فضة التي كانت لسلمة بن الأكوع، فدى بها أسرا من أسرى المسلمين، مال ويرجى أن تسلم ربما لكن كانت كافرة، ومع ذلك أرسل بها ليفادي بها أسرى المسلمين. لذلك نقول هذه القضية لابد أن تكون مفهومة. نعود إلى المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر وترك الأمر شورى، ولذا اختاره عمر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه بقوله ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة الحديث، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحدا ذكره له، والله أعلم. هذا الذي ذكره هو الصحيح، هو العقيدة الصحيحة والصواب الذي لا شك فيه، كما قال كلامهم باطل لا أصل له، كله كلام مخترع أكاذيب يتناقلونها بلا أسانيد صحيحة، كلها مبنية على الكذابين والمفترين. لذلك قضية الوصية لعلي بالإضافة إلى أصل بطلانها هم غلظوا فيها حتى جعلوها ركنا من أركان الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بها، عندهم من خالف فيها كان خارجا من الدين، ولذلك يعاملون أهل السنة أسوأ من معاملة اليهود والنصارى، لأن عندهم أنهم مرتدون. وهذه المسألة من أفظع المسائل، ليس كما يقول البعض الخلاف بيننا وبينهم سياسي، يعني قضية عظيمة. أولاً كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون خلافا سياسيا، هم جعلوها مسألة عقدية، هي عندنا مسألة عقدية لأن الإجماع حجة، إجماع يعني كيف تكون مسألة ليس فيها نص وتكون يضلل فيها المخالف؟ نقول لأن إجماع الصحابة حجة، والله لا يجمعهم على ضلال، وعلي رضي الله عنه ضمن المجمعين، علي رضي الله عنه ظل سامعا مطيعا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وما تولى الأمر بعد مقتل عثمان بنص ولا ادعى نصا، وإنما ببيعة طلحة والزبير وأهل الشورى له، فشيء عجيب، لماذا لم يتكلم؟ وعلي رضي الله عنه بالمنزلة العظيمة في الجهر بالحق يقولون سكت تقية. إذن أنتم يعني تكذبون على علي رضي الله عنه، تتهمونه بالجبن، ولما تمكن أين النص الذي أظهره؟ لماذا لم يظهره؟ أنتم تجعلونه أصلا في الاعتقاد، لماذا لم يقل ذلك للناس بعد أن صار خليفة؟ فلينجهم من النار كما تزعمون حتى يعلموا أنه الخليفة بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليس أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. كيف ترك الناس على العقيدة الفاسدة في أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر؟ كيف تركهم يكفرون في زعمكم وقد صار أمير المؤمنين؟ إذا قال كلمة سمعت شيء عجيب والله. لا كيف يعني تقبل عقول هذه السخافات؟ لا تقبلها إلا بالتقليد الأعمى، وبداية أمر ذلك بالهوى والحديد والنار بعد ذلك. نسأل الله العافية. لكن أنت ترى في واقع الحال ما يقلل عجبك، أنت ترى الناس يكذبون بالليل والنهار وهم يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن من يسمعهم يعلم أنهم يكذبون، كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة: إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. ومع ذلك فشيء عجيب، وسائل الإعلام تكذب يعني كميات هائلة من الكذب كل يوم، وهم يعلمون ذلك ويسيرون في نفس الطريق. إذن لا تتعجب، هذه سنة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، فليس فيه نص على خلافته وأمر بها، بل هو إخبار بالغيب الذي علمه الله تعالى به، والله أعلم. وأيضا يتضمن أن أبا بكر سيتحمل عنه صلى الله عليه وسلم ما وعد به، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، فهو إذن الذي يقضي عنه الوعد كما سيأتي. قال مسلم: حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي: كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. هو فاهم من سياق القصة. وعموما إن لم تجده أين سيذهب صلى الله عليه وسلم؟ على أي الحوال؟ إذا كان في مهمة سيرجع، فستجده. إذن السياق يعني قول الراوي هذا مفهوم من السياق. في الرواية الأخرى عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد. قال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا. هذه الرواية تصرح بما هم به صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركه. هذا الذي أراده يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس؟ والرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، هذا الذي قاله ابن عباس، لأنه كان يرى رضي الله عنه أنه سيقطع الكلام على الشيعة، ليس كما يحتجون به وهم أهل الضلال والبدع على أن هذا المنع إنما منع علي رضي الله عنه، وإنما كان فيه مصلحة عظيمة، مصيبة من جهة ونعمة من جهة أخرى، رزية من جهة لأنه تمنى المتمنون وتكلم المتكلمون وقال قائلون فلان أولى من أبي بكر، وكان هذا الكتاب سيقطع الأمر، ولكن الحمد لله جعل الله فيه نعمة من جهة أخرى، تعليم الأمة أنها صاحبة الحق في تعيين الحاكم.
وأن هذا الأمر مردود إلى أهل الشورى منهم بصفاتهم المعلومة. ولهذا فائدة عظيمة على مر العصور. صحيح أن عصورا طويلة حدث فيها تولية بغير هذا النظام الإسلامي الصحيح، بعد عهد الخلافة الراشدة صار بالوراثة إلى عهود كثيرة، إلا أن هذا ليس حجة على الشر، ولذا كانت الخلافة 30 سنة ثم صارت ملكة، فالملك نقص بالنسبة إلى الخلافة. ولهذا نقول ثبوت هذه الصورة المثالية 30 سنة بما فيها من كيفية معالجة الاختلافات وكيفية معالجة الانقسامات، كل هذا كان فيه خير. صورة مثالية للدولة الإسلامية. الذين يقولون بقول الرافضة يقولون الدولة الإسلامية غائبة منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، هدم الصورة المثالية يجعلها غير ممكنة التطبيق، يجعل الأمل مفقودا. من هنا نقول فعلا الخلاف مع الشيعة ليس خلافا سياسيا، خلاف مع الشيعة خلاف خطير للغاية، ولا يمكن أن يسمح يعني من جهة نظر أهل السنة بنشر هذا الفكر ولا يعني تدريسه للناس ونحو هذا، ممن يحاول أن يجعله مذهبا معتبرا 5 أو 8 أو 10. بل الخلاف بين حق وباطل، الخلاف بين أهل السنة والشيعة بخلاف بين حق وباطل. نعم، يمكن أن يكون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يكتب يشمل أمورا أخرى غير الخلاف غير الاستخلاف، لكن هذا يعني يدل على أنه هم ثم تركه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله في ذلك خير. في بعض النسخ ويقول قائل أنا ولا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أنا ولا أن يقول أنا أحق وليس كما يقول أنا ولا، يبقى مش القائل بيقول أنا ولا، تنفعش ده، هي يقول أنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا، ده على الرواية دي وهي الصحيح طبعا، الرواية اللي عندنا إن هي يقول أنا أولى، هذه جملة مفيدة، يقول أن يقول أنا أحق وليس كما يقول بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي بعضها أنا أولى أي أنا أحق بالخلافة، قال القاضي هذه الرواية أجودها، ورواه بعضهم أنا ولي أي أنا أحق. والخلافة لي، أنا ولي، أنا ولي، وعن بعضهم أنا ولاه أي أنا الذي أنا ولاه، أنا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كلمة ويقول قائل، هم بيفسروا الروايات بتاعت ماذا يقوله القائل، وبعضهم أنا ولاه أي كي أي بعضهم أنا ولاه أي كيف ولاه، كل هذا الصحيح فيه النسخة المحققة عندنا، ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا من أقوى الإشارات هذا الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب اطمئنانا أن الله سبحانه وتعالى سيقدر ذلك وسيوفق المؤمنين لهذا، والمؤمنون أيضا لن يعدلوا بأبي بكر أحدا، فاطمئنانا منه ترك كتابة الكتاب. في هذا الحديث دلالة ظاهرة بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، أن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره،
وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع ووقع كل ذلك، إذن من المعجزات النبوية الظاهرة. قال: وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر فالمراد أنه يكتب الكتاب. وقع في رواية البخاري: لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه وأعهد، ولبعض رواية البخاري وآتيه من الإتيان. قال القاضي: وصوبه بعضهم وليس كما صوب، بل الصواب وابنه. لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه، هو أخو عائشة رضي الله عنها، ليكتب فقط. وتوضيحه رواية مسلم: أخاك. ولأن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعذرا أو متعسرا، وقد عجز عن حضور الجماعة، واستخلف الصديق ليصلي بالناس، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. والله أعلم. مين دول؟ الشيعة. مين الإمام أحمد؟ والله ما يحبوش قط. حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رضي الله عنه. سبق إلى كل وجوه الخير رضي الله عنه، القاصرة والمتعدية، العبادة الخاصة، الصيام، اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإطعام المسكين، نفع متعدي. فهو الخاص والعام مسابق رضي الله عنه، كما أنه ممن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى من جميع أبواب الجنة، لأنه سابق في كل باب، لأن من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من هذا الباب الذي عمل فيه عملا مكررا حتى صار ديمة له: يا عبد الله هذا خير. يعني هذا معنى الحديث، أن من أنفق زوجين، يعني من تكرر منه العمل، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هي كلمة من أنفق زوجين في سبيل الله وذكر الصيام والصلاة يدلك على أنه ليس فقط الإنفاق المالي، بل المقصود، وليس زوجين فقط، مقصود أنه يتكرر منه العمل حتى يصير مداوما عليه. فأبو بكر رضي الله عنه يداوم على كل أعمال، يقول: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، ولكن هل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم رضي الله عنه. ففي هذا الحديث فضيلة من جمع هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد، أن يصبح صائما ويتبع جنازة، ويتحقق ذلك بأن يتبعها حتى تدفن، أو حتى يصلى عليها، لكن الظاهر حتى تدفن. إذا وضعوا الميت في القبر وأغلقوا القبر قد تم له الأجر، إطعام المسكين، عيادة المريض. من أطعم منكم اليوم مسكينا يطعمه ما يكفي، يعني ما يشبعه. أحب إلي أن يطعمه طعاما، لأننا نقول ففدية طعام مسكين لم نجوز فيه القيمة. أنا وإن كان باب الفضل هنا أوسع، لكن قد يأخذ هذا المال ولا يطعمه، لا يطعم به مسكين، لو انت ما اديتلوش الاكل ياخده ايه، ولا يشتري به طعاما، يشتري به لباسا مثلا، يجيب اي حاجه يطعمه ما يشبعه. اليوم ده من اصبح منكم اليوم، يبقى في الصباح من اول اليوم لغد غروب الشمس،
لو سألهم الفجر صح. لا لا سألهم الفجر لا في يوم من الأيام. إذا اجتمع ولو في يوم واحد من العمر إن شاء الله يكونوا من أدخل الجنة. قال حدثني قال أبو قال القاضي معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال، وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى. يعني مجرد الإيمان، الإيمان أصل الإيمان يقتضي دخول الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. أما دخل الجنة أي بلا محاسبة بلا حساب ولا عذاب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. في الرواية الأخرى قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني كان غائبين عن هذا المجلس، وهذا فيه تزكية عظيمة لإيمانهما. قال العلماء إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته، ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق العوائد، وهو مذهب أهل الحق وسبقت المسألة. يعني سماع كلام الحيوانات هو كرامة لمن حدثت له طالما كان مؤمنا. لهذا رجل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا وصفه، فهو واحد من الناس. الدليل ان الحيوانات تفهم وتعي ولكن لا تتكلم، البهائم تفهم وتعي ولكن لا تتكلم، قد تتكلم اذا امرها الله عز وجل واذن لها في ذلك. ولا يدل هذا الحديث على المنع من الحمل على البقر، فان هذا كلام البقرة وليس دليلا. هم مش عايز البقر مش عايز يشيل، وفي حد عايز يشيل، لكن ليس هذا دليلا على انه لا يجوز الحمل على البقر، كما انه لا يدل على يعني ان استخلاص الشاة من الذئب لا يجوز، بل هذا الذئب بالتأكيد حزين، لكن هل كلام الذئب دليل؟ طبعا الحديث صحيح. طبعا تكلم الذئب حقيقة وكلم الراعي، قال الذئب من لها يوم السبع أو يوم السبع، الأكثرون على الضم السبع. قال بعض أهل اللغة هي ساكنة وجعله اسما للموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة، أي من لها يوم القيامة. وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون هذا اسما ليوم القيامة، والصحيح أنه قبيل القيامة. قال بعض أهل اللغة يقال سبعة الأسد، سبعة الأسد إذا دعوت، فالمعنى على هذا من لها يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزع.
ويحتمل أن يكون المراد من لها يوم الإهمال من أسبعت الرجل أهملته. وقال بعضهم يوم السبع بالإسكان عيد كان له في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل الذئب غنمهم. قال الداودي يوم السبع يوم يطردك عنها السبع، وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه، فأفعل فيها ما أشاء. هذا كلام القاضي. أصح الكلام أن هذا يوم الإهمال لها بسبب يعني ترك الناس لا يلتفتون لهذا المال. قال ابن العربي هو بالإسكان يوم القيامة يوم الذعر، وأنكر عليه آخرون هذا لقوله يوم لا راعي لها غيري، ويوم القيامة لا يكون ذئب راعيها ولا له بها تعلق. والأصح ما قاله آخرون وسبقت الإشارة إليه من أنها عند الفتن حين تتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للسباع، فجعل السبع لها راعية أي منفردا بها، سبع وسبع بضم الباء، سبع بضم الباء. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد ابن العلاء واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره رضي الله عنه فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم ابن عباس فيهم. قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. باب من فضائل عمر رضي الله عنه. تكنفه الناس أي أحاطوا به، والسرير هنا هو النعش. لم يرعني أي لم يفجأني إلا ذلك، لم يرعني إلا برجل، أي لم يفجأني الأمر والحال إلا برجل. في هذا الحديث فضيلة أبي بكر وعمر وشهادة على وشهادة علي لهما رضي الله عنه. ومن اللي بينقل؟ واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، يعني مش هيقولوا إن ده بقى عن عائشة رضي الله عنها، وإنما هو عن واحد من أهل البيت سبحان الله. وما الذي يكره يعني في هذا المقام؟ يعني أين الإكراه في هذا المقام الذي يدفع عليه أن يقول ذلك حتى يقال قاله تقية أو تحت الإكراه؟ أعوذ بالله، عقيدة فاسدة. يطعنون فيما ثبت عن علي رضي الله عنه أوضح ثبات، أوضح ثبوت. يقول وشهادة علي لهما وحسن ثنائه عليهما وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أن أبا بكر وعمر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانا وزيرين له، معه على الدوام ملازمان له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي
وعليهم قبص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. عمر عنه دينه سابغ فاضل عليه، لأن الثوب الذي يجر معناه أنه أوسع من حاجة صاحبه، فهو يعني ذلك عمر رضي الله عنه ليس فقط مؤديا للإيمان الواجب بل أيضا مؤديا للإيمان المستحب. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمر، قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال القليب هي البئر. قال أنا مش حط ها الضعف والضعف لغتان. قال أهل العلم قال أهل العبارة عبارة عن تعبير الرؤية، القميص في النوم معناه الدين، وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به، والجر هو يترك أثرا فهو أثره من بعده. وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك، والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا. قال القليب هي البئر غير المطوية، يعني التي ما زالت تعمل، والدلو يذكر ويؤنث. الغرب هي الدلو العظيمة، والنزع الاستقاء. استحالة الدلو غربا يعني صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. العبقري هو السيد، وقيل الذي ليس فوقه شيء، ومعنى ضرب الناس بعطن أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. قال العلماء هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام، وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه،
ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه سنتين وأشهرا، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذنوبا أو ذنوبين. وهذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام. يبقى ذنوبا أو ذنوبين معناه سنة أو سنتين، وهما سنتان، فالمقصود أن خلافة أبي بكر إيه؟ سنتين. وأما في عهد عمر استحالت غربا، كان مدة طويلة وحصل فيها من الفتوحات ما حصل. قال: ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه، فاتسع الإسلام في زمنه، وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها والاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومصر الأبصار ودون الدواوين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله يغفر له، فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمة الدعامة، زي رحم الله أخي موسى، رحم الله لوطا، رحم الله يوسف. وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر ابن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستهالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا العطن. قوله ليروحني، قال العلماء فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته صلى الله عليه وسلم بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه الحديث. والدنيا سجن المؤمن، وقوله: ولا كرب على أبيك، لا كرب على أبيك بعد اليوم. قوله فاطمة: يفري فرية أو فريه، لغتان صحيحتان. أنكر الخليل فريه، قال هو غلط. اتفقوا على أن معناه لم أرى سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه، لا فري غير الفرية، فرية الكذب. قال: وأصل الفري القطع، قالوا: فريت الشيء أفريه فريا، قطعته للإصلاح، وأفريته إذا شققته على وجه على جهة الإفساد. تقول العرب: تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده. ومنه حديث حسان: إني لأفريهم، ومنه حديث حسان: لأفرينهم،
ثري الأديم، أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم. ضرب الناس بعطل سبق تفسيره. قال القاضي ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة، وقيل يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا، لأن بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر. وضرب الناس بعطل لأن أبا بكر قمع أهل الردة وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ الفتوح ومهد الأمور، وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كأني أن قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنزع بدلو بكرة، أو بكرة هي البكرة اللي احنا نعرفها، بدلو بكرة، دلو له بكرة يعني. غاوي الناس أي أخذوا كفايته. أقول قولي هذا وأستغفر. أنا أبغى أقول